عشان نفهم مع بعض الكلام دوت، كلنا لو احنا شغالين على نظام تشغيل لينكس ويندوز على سبيل المثال، بيكون عندنا حاجة زي كده. اللي احنا شايفينه هنا ايه؟ ده الاي بي ادرس بتاع الجهاز بتاعي. لكن في حاجة تانية هنا في الجهاز بتاعي اسمها الفيزيكال ادرس، او بمعنى اخر الماك ادرس. الماك ادرس دوت موجود عشان لما جهاز يحب يكلم جهاز في نفس الشبكة، السويتش اللي في النص مش هيفهم الاي بي ادرس بتاع الجهازين. فانا بساعد السويتش عن طريق ان انا بديله سورس وديستنيشن ماك ادرس. الماك ادرس وظيفته كلها ان السويتش يقدر يقراه عشان يوجه البيانات دي للشخص المراد توصيل البيانات ليه. بعد ما البيانات بتوصل لهذا الشخص، الشخص ده بيشيل الظرف اللي كان موجود جواه الماك كسورس كمصدر او جهه، وبيتفضل له الباكت اللي كان مكتوب عليها عنوان الراسل وعنوان المرسل اليه بصيغه الاي بي ادرس اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. واضح يا جماعه؟ طيب جهاز رقم واحد هيفهم ازاي او هيعرف ازاي ان جهاز رقم اتنين الماك ادرس بتاعه ايه؟ عن طريق بروتوكول اسمه الارب بروتوكول. الارب بروتوكول بمنتهى البساطه هي رساله الجهاز اللي اسمه واحد بيبعتها، يقول انا جهاز الاي بي ادرس بتاعي واحد، انا عايز اكلم الشخص اللي الاي بي ادرس بتاعه اتنين، من فضلك رد عليا بالماك ادرس بتاعك عشان ابعت لك البيانات اللي انا عايز ابعتها. الطرف اللي في الشبكه اللي هتوصل له هذه الرساله وهيلاقي عنده ان في فعلا هو الاي بي ادرس بتاعه هو المطلوب، هيرد بالماك ادرس بتاعه. طب ما تيجي نشوف مع بعض الكلام ده. جماعه معلش انا ملخبط اي حد فيكم؟ حاسين ان انا بدخل في معلومات كتيره فرعيه ولا الكلام واضح لحد دلوقتي؟ طيب بصوا يا جماعه عشان نزيد من الشعر بيت، التطبيق ده احنا هنتدرب عليه ان شاء الله خلال الكورس بتاعنا، وهنتعلم فيه حاجات كويسه وهشارك برضو معاكم معلومات مفيده فيه. التطبيق ده هو أداة اسمها واير شارك، والأداة دي بتعمل التقاط للبيانات اللي ماشية في الشبكة. أنا دلوقتي هنا في الشبكة بتاعتي هفتح شاشة الأوامر وهقول إن أنا عايز أعمل بينج على أي بي أدرس 192.168.1.cam.cam يا أحمد 60، وأنا عارف إن الأي بي أدرس ده مش موجود في الشبكة بتاعتي ولا عمري كلمته قبل كده. فأنا دلوقتي لما حتى أضغط كده إنتر وهاجي هنا في الواير شارك في شاشه البحث واكتب كلمه ARP اللي هو اسم البروتوكول اللي كنت بقول لكم ده بتاع الARP، هلاقي ان جهازي طلع طلبات ARP كتيره جدا. من ضمن الطلبات ديت وعايزكم تقروا معايا، بصوا كده يا جماعه هي مكتوب ايه؟ حد يعرف يقرا بالانجليزي ويقول لي ايه اللي مكتوب هنا؟ مين اللي معاه اي بي ادرس 60؟ يا جماعه اللي معاه اي بي ادرس 60 يرد على 1 و2. طب هو اللي مكتوب هنا ده يا جماعه شرح واير شارك مديهولك، بس في الحقيقه ده بيكون مكتوب بهذه الصيغه جوه الطلب، جوه البروتوكول، جوه الرساله. بيكون مبعوت في رساله الارب العنوان الماك ادرس بتاع الراسل، عنوان الاي بي ادرس بتاع الراسل، عنوان الماك ادرس بتاع المرسل اليه اللي احنا ما نعرفوش، بصوا مكتوب اصفار فده معناه ان هو ايه؟ مجهول. عنوان اللي انا عايز اكلمه. الرساله دي لما بتتبعت في الشبكه بتتبعت لكل الناس اللي موجوده في الشبكه، بتتبعت بصيغه او بشكل اسمه برودكاست. تمام؟ هي تعتبر لغة فعلا، واللي هيفهم الكلام ده واحدة واحدة هيعرف ان دي لغة، لغة جميلة جدا يعني، اللي بيحب الكلام ده يعني انا بحب مجال الشبكات جدا. بشتغل في مجال الامن السيبراني ولكن بدايتي كانت شبكات. فالموضوع عموما يعني. طيب، فرضا ان كان في حد الاي بي ادرس بتاعه 60. ساعتها اللي هيحصل ان هو هيرد، بصوا الرد ده كان في هنا سؤال هو هاز 1 و2 بلغ 1 1. بصوا الرد جاء اللي بعديها على طول جه ازاي؟ 192.168.1.2 ات ومكتوب هنا ايه؟ الماك ادرس بتاعه.
فلما الرسالة دي هتوصل للطرف اللي كان بيطلب المعلومة هيبعت كده، بقى هو عنده معلومة الماك أدرس اللي هو عايز يبعته، فهيكون الرسالة بتاعته ويبعتها للطرف التاني. طيب معلومات الارب كاش دي بتكون موجودة على الأنظمة في جدول اسمه الارب تيبل. فمثلا الجهاز بتاعي في الارب تيبل بتاعه الاي بي أدرس الخاص بالراوتر، فانا عارف ان الراوتر اللي في الشركة بتاعتي الاي بي أدرس اللي هو 1.1، الماك أدرس بتاعه اهو. وفي جهاز تاني دوت 17، انا عارف ان الماك أدرس بتاعه هو.